إيران هاجمت العمق الإسرائيلي بمئات الصواريخ البالستية قبل ساعة من الآن، وذلك انتقاما للسيد حسن نصر الله وإسماعيل هنية، وكذلك لإنقاذ حزب الله اللبناني من الهجوم البري الكبير الذي بدأته إسرائيل على جنوب لبنان. وهذه الهجمات الصاروخية الإيرانية التي هي مستمرة حتى هذه اللحظة كانت قد ظهرت بهذه الطريقة، هي هاجمت طبعا وسط إسرائيل وجنوب إسرائيل كما تلاحظون. وهذه الهجمات كانت عبارة عن 400 صاروخ بالستي جاءت لتهاجم إسرائيل بهذه الطريقة على مستوى 4 موجات، الموجة الرابعة حتى هذه اللحظة. تتحدث الأنباء بأنها قادمة فعلا على إسرائيل، ونتحدث هنا عن صواريخ كثيرة فجأة ظهرت فوق إسرائيل. هذا يوضح بأن هذه الصواريخ الإيرانية هي كانت سريعة للغاية، صواريخ على ما يبدو بأنها فرط صوت. ظهرت بعض المنظومات الدفاعية تتصدى لهذه الصواريخ، لكن أيضا لاحظ أن هذه الصواريخ تسقط على إسرائيل بهذه الطريقة، ضربت العديد من الأهداف. وكالة فارس قالت 80% من هذه الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها، والأمر الذي استفز إيران وجعلها تقوم بكل هذه الاستهدافات التي نتحدث عنها هو التطورات، والتطورات التي جرت في 24 ساعة الماضية من قبل إسرائيل، حيث أن إسرائيل وهجومها البري على جنوب لبنان لم يأتي من فراغ أو جاء على سبيل المثال من ساعة صفر وقرار واحد، لا بل هو كان من قرارات سابقة أساسا بدأت منذ بداية هذا العام. والأمر كله بدأ من هنا، من مجلس الأمن الإسرائيلي الذي صوت على البدء بالعملية البرية على جنوب لبنان، واتخذوا قرارا وقاموا بإخلاء 3 بلدات، واعتبروها بأن هذه البلدات هي منطقة عسكرية وهي موجودة في الجليل الأعلى هنا. وبدأت المدفعية الإسرائيلية بضرب العديد من الأهداف والمواقع الخاصة بحزب الله اللبنانية التي تأتي باتجاه المنطقة العسكرية، والمدفعية التي استخدمت هي M109A5 التابعة للجيش الإسرائيلي. وكذلك نلاحظ هنا بأن الضربات المدفعية التي استخدمتها إسرائيل على مواقع حزب الله اللبناني لم تأتي فقط من الجليل الأعلى، بل جاءت أيضا من وسط شمال إسرائيل باتجاه جنوب لبنان، شتولة وكذلك عيت الشعب، وعدد من النقاط بدأت تضرب. وأيضا أن الفرقة 98 وهي فرقة تشكيل النار الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة ولديها خبرة كبيرة جدا، اكتسبت خبرة كبيرة من مواجهة حركة حماس، بدأت بعملية التقدم باتجاه جنوب لبنان بهذه الطريقة. هذه اللحظات الأولى لعملية التقدم الخاص بهم كما تلاحظون. وكذلك أيضا أن إسرائيل في نفس الوقت استمرت بالضغط على من؟ على الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث طالبوا بإخلاء عدد من النقاط الموجودة في الضاحية الجنوبية، وهذه هي النقاط تماما التي إسرائيل هددتها وضربتها ليلة يوم أمس. تأتي إلى شمال شرقي مطار رفيق الحريري الذي ترونه هنا، وهذه هي كانت بعض اللقطات من هذه الضربات الكبيرة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله اللبناني. بالتالي إسرائيل مستمرة بالضغط على حزب الله بشكل كبير، يزداد هذا الضغط مع بدء العملية البرية الخاصة بهم. وأفخاي أدرعي صباح هذا اليوم قال بأن هنالك اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وكذلك حزب الله اللبناني، وبعض الأنباء تحدثت بأن قوة الرضوان قوة النخبة في حزب الله هي التي تقوم بالاشتباك مع الجيش الإسرائيلي. وبعد ذلك جاءت إسرائيل لتصدر هذا البيان وتطالب وتطلب من 30 بلدة موجودة في جنوب لبنان بالإخلاء التام. طلبوا من المدنيين ممن بقيوا في هذه المناطق تحديدا من مغادرتها تماما. وترى أن بعض البلدات تأتي باتجاه النهر الليطاني وحتى خلف النهر الليطاني، هذه مسألة مثيرة للغاية. كذلك أنهم طلبوا من المدنيين ليس فقط الاتجاه من جنوب لبنان على سبيل المثال باتجاه شمال النهر الليطاني، لا، وإنما أيضا طلبوا من المدنيين التوجه إلى شمال النهر الأولي الذي ترونه هنا. وهذا يعني أن إسرائيل لديها نية ليس فقط بالقيام بالعمليات باتجاه النهر الليطاني، وإنما أيضا عبور النهر الليطاني لضرب حزب الله اللبناني بشكل كبير، ومن ثم الانسحاب لتطبيق القرار 1701، وبالتالي كذلك يضربون قدرات حزب الله فيما هو ممكن إن كانت هذه النقاط ممكن أن تستخدم، لأنها على مسافة 40 كيلومترا تقريبا لضرب الشمال الإسرائيلي. يريدون تأمين الشمال بالكامل، وإسرائيل
إسرائيل لم تكتفي فقط بعمليات الضرب والضربات المدفعية التي جاءت إلى شمال إسرائيل وإلى جنوب لبنان في هذه المنطقة أو حتى باتجاه مرتفعات أو الجليل الأعلى، وإنما أيضا المدفعية بدأت تضرب هنا باتجاه البحر المتوسط في هذه المنطقة جنوب غرب لبنان. لاحظ هذه اللقطات لطبيعة هذه الاستهدافات الإسرائيلية، ضربت بالمدفعية بهذه الطريقة للتهيئة للقيام بعملية برية واضحة. وما هو مثير للاهتمام والذي استفز إيران بالدرجة الأساس هو ما نشرته إسرائيل من عمليات نفذتها أساسا بشكل كبير ومكثف على أنفاق قوة رضوان باتجاه البحر المتوسط، وأظهرت القوات الخاصة الإسرائيلية وهي تدخل إلى الأنفاق الخاصة بقوة رضوان. هذه الأنفاق قالت إسرائيل بأنها كانت معدة للقيام بهجوم على العمق الإسرائيلي. هنا عيت الشعب، واحدة من الأنفاق أساسا التي كانت قد دخلت لها القوات الخاصة الإسرائيلية، وكذلك أيضا عرضوا نقطة أخرى مثيرة ألا وهي ميس الجبل كما تلاحظون هنا، إحدى المباني التي تأتي على مسافة ما يقارب 190 إلى 200 متر. هذا المنزل تحديدا راقبوه بالطائرات المسيرة، قاموا بالإنزال على هذا الموقع، وبعد ذلك وجدوا العديد من الذخيرة والأسلحة المضادة للدروع، ومن ثم دخلوا إلى الأنفاق كما تلاحظون. وما هو مثير بهذه المسألة أن إسرائيل أكدت بشكل واضح بأنها في حقيقة الأمر نفذت 70 عملية منذ بداية هذا العام في داخل لبنان، وفككت هذه الأنفاق التي تعتبر نقطة هجومية لقوة رضوان، نقطة دفاعية ضد الهجوم البري الإسرائيلي، ولكنها أيضا تعتبر نقطة مهمة جدا بالنسبة لجانب حزب الله اللبناني وقوة الرضوان للهجوم على عمق إسرائيل. وبالتالي هذا هو الأمر الواضح الذي استفز إيران تماما، أن حزب الله في موقف حرج للغاية. ولاحظت الولايات المتحدة ظهر هذا اليوم بأن هنالك تحركا للصواريخ البالستية الإيرانية، وبأن إيران على وشك القيام بهجوم، وفعلا جاء هذا الهجوم الذي نتحدث عنه الآن وهو مستمر حتى هذه اللحظة. وإذا ما ألقينا نظرة على المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها إسرائيل يوم أمس، توضح لك بأن إسرائيل فعلا جادة في عملية التقدم بشكل خطير باتجاه النهر الليطاني. تلاحظ هذه هي نفس الصورة نفس الموقع، وهذه هي منطقة الجليل الأعلى كما نلاحظ، ثلاث بلدات أغلقت كما تحدثنا. أهم ما في هذه المنطقة هي المرتفعات الثلاثة الموجودة هنا، هي نقطة التركيز بالنسبة لإسرائيل، لأن هذه المناطق المرتفعة أولا هي قريبة للغاية، ملاصقة تماما للنهر الليطاني. هذا هو النهر الليطاني، القصة كلها تأتي هنا في هذا النهر تحديدا. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل هنا ما تفكر به بشكل واضح من هذه المناطق بعد أن ضربتها بشكل مكثف مثل كفر كلا على سبيل المثال، ضربتها في الفترة الأخيرة بالمدفعية وبالطائرات وقامت بالعديد من العمليات الاغتيال، هي تفكر في عملية التقدم والسيطرة على هذه المرتفعات التي نراها هنا. واضحة هذه المسألة، وهي تبحث من خلال هذه المنطقة هي الوصول تماما إلى النهر الليطاني كما نلاحظ. وصلوا بسرعة، هي مسافة تقريبا 4 كيلومتر تأتي من الجليل الأعلى إلى هذا النهر كما نلاحظ، ممكن أن تكون حتى أقل هذه المسافة. كذلك هي ستدفع حزب الله اللبناني في نهاية المطاف إلى الانسحاب خلف النهر الليطاني، وبالتالي هم طبقوا هنا القرار 1701 بسرعة من خلال هذه العملية. كذلك أن وجودهم في هذه المرتفعات هو يعطيهم سيطرة نارية على كل هذه البلدات، سيطرة نارية حتى على النهر الليطاني وحتى على ما هو خلف النهر الليطاني، لا بل إنه يعطيهم سيطرة نارية على هذه المناطق المنخفضة التي تعتبر هي جزءا من العمليات ونقطة العمليات الخاصة بالجانب الإسرائيلي. وكذلك هنالك نهر آخر وهو نهر الوزاني، وهذا النهر مهم للغاية ويعتبر نقطة للتقدم بالنسبة لإسرائيل، وهذا هو النهر الذي ترونه أشبه بالقناة الماء الممتدة، هي تعتبر أيضا نقطة استراتيجية لهذا التقدم ومرتبطة بما نتحدث عنه الآن. وبالتالي إسرائيل هنا ما تفكر به من خلال النهر الليطاني أو النهر الذي ذكرناه الآن النهر الوزاني هنا، فإن إسرائيل ببساطة إن تمكنت من تحقيق هذا التقدم السريع باتجاه هذه المرتفعات التي ذكرناها لكم الآن، وكذلك تمكنت من التقدم والزحف من هذه المنطقة، وأيضا يفتح لها الباب للتقدم على هذه المرتفعات باتجاه الخيام،
فإن حزب الله اللبناني لن يكون في موقف سهل، لأن إسرائيل ستضغط عليه من هذه المرتفعات، تسيطر ناريا، تسيطر هنا ناريا على هذه المنطقة، تتحدى حزب الله الموجود في الخيام. وكذلك التقدم بهذا الاتجاه تجاه هذه البلدات الصغيرة هو يعطيهم قدرة أيضا على تطويق الخيام، مما يدفع حزب الله اللبناني حتى وإن كان متحصنا في هذه البلدة أن يضطر لعملية الانسحاب خلف النهر الليطاني. وحتى القوات هنا ستكون في مشكلة لحزب الله اللبناني. لماذا؟ لأن كل عمليات الدعم اللوجستي ستتغير، وسيكون هنالك ضغط كبير على حزب الله. كذلك أن إسرائيل استدعت المزيد من القوات لهذه المنطقة الشمالية بأكملها، نتحدث عن 4 ألوية جديدة أعلنت إسرائيل بأنها وجهتها مباشرة إلى الشمال الإسرائيلي. وأيضا ظهرت السفن الحربية الإسرائيلية بالأقمار الصناعية وهي متواجدة، واحدة من السفن الحربية موجودة في البحر المتوسط قريبة للغاية من صور. هذه هي تقريبا، وهذا هو الموقع بحسب القمر الصناعي الذي رأيناه قبل قليل لهذه السفينة الحربية. وتلاحظ بأن مسافة هذه السفينة عن صور تحديدا التي تعتبر نقطة تقدم لإسرائيل كما هو واضح تقريبا 21 كيلومترا فقط. بعد ضرب إسرائيل العديد من الصواريخ المضادة للسفن إن كانت في بيروت أو إن كانت في نقاط أخرى، بالتالي الجانب الإسرائيلي هنا فعلا بدأ بعملية كبيرة. إيران الآن ردت وأخيرا على طبعا إسرائيل بعد كل ما جرى، لأنها أصبحت في موقف صعب للغاية بعد ما جرى لإسماعيل هنية عملية اغتيال السيد حسن نصر الله عباس نيلفروجان وهو قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان. ها نحن أمام رد إيراني، لأن حزب الله يبدو مهما وهو مهم في الحقيقة جدا بالنسبة لإيران في مواجهة إسرائيل.